وللمزيد ينضم إلينا مراسل الغد من الخليل رائد الشريف. رائد، ضعنا في آخر التطورات. نعم، انتهت المواجهات قبل قليل وانسحبت قوات الاحتلال من على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل بعدما استهدفت مسيرة المشيعين للشهيد رامي صبارنا الذي استشهد قبل حوالي 45 يوما من الآن، وأطلقت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي النار قرب الحرم الإبراهيمي. الآلاف من المواطنين الفلسطينيين شيعوا جثمان الشهيد. قوات الاحتلال هاجمت مراسم التشييع وبدأت بإطلاق القنابل الصوتية والغازية. بعد ذلك اندلعت مواجهات عنيفة، ألقى الشبان الفلسطينيون الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه جيش الاحتلال الإسرائيلي. قوات الاحتلال استخدمت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، الرصاص الحي. مصادر طبية أبلغتنا قبل قليل عن إصابتين بالرصاص الحي تم نقلهما إلى مستشفيات الخليل قبل قليل جراء استهداف جيش الاحتلال للمتظاهرين الفلسطينيين. الآن الأوضاع هدأت نوعا ما جنوب الضفة الغربية وتحديدا هنا في بلدة بيت أمر، وكان المواطنون الفلسطينيون قد شيعوا جثمين ثلاثة شهداء من الضفة الغربية في طول كرم وفي نابلس وفي الخليل، إلا أن قوات الاحتلال استهدفت مراسم التشييع هنا في بلدة بيت أمر ودارت مواجهات عنيفة أدت إلى إصابة عشرات الفلسطينيين منهم الأطفال والنسوة وكبار السن بالغازات جراء إطلاق القنابل الغازية المسيلة للدموع. الحديث عن 25 شهيدا تحتجزهم إسرائيل، منهم أربعة تم دفنهم حسب قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، وبالإضافة أيضا إلى أن الشهداء الثلاثة الذين تم تسليمهم مع ساعات مساء يوم أمس هم كما ذكرت من الضفة الغربية، وكان العدد 28، والآن أصبح هناك 25 من الشهداء محتجزين عند جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبين الفينة والأخرى يطالب الفلسطينيون من خلال مسيرات واعتصامات في الضفة الغربية وفي مدينة القدس المحتلة بتسليم جثمين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين في ثلاجات الاحتلال. نعم، كما ذكرت رائد هناك إصابات، هل تمت تصريح ومعلومات عن حالتهم الصحية؟ الإصابات متوسطة في المناطق السفلية من الجسم، والرصاص الذي استخدم هو رصاص التوتو أو ما يعرف برصاص الروجر، وهو محرم دوليا. أحد المصابين أصيب في فخذه والآخر أصيب في رجله وتم نقلهما مباشرة إلى المستشفى. طبعا ناهيك عن عدد الإصابات بالعشرات، ونحن نتحدث هنا عن الاختناق والإغماء جراء القنابل الصوتية التي تستخدمها قوات الاحتلال، خاصة ونحن في منطقة سكنية في بلدة بيت أمر. هذا طبعا سرب الغاز إلى المنازل الفلسطينية وأصاب الأطفال والنسوة وكبار السن، وكذلك كانت المنطقة أيضا شهدت إضرابا منذ ساعات الصباح، وذلك لتشييع جثمان الشهيد رامي صبارنا. نعم، جزيل الشكر لك رائد شريف مراسل الغد على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من الخليل.